عمر أوهن بقى قبطي إسلام تيسي بقى وصل بحضة فاطمة بنت عبد الملك يدنا وكل بربارية عبصد إلهي يا حلال قوضة شو يدنا أكتيسي فريسة يدنا والا أوهيدي قريقي تذكي كشقيني حبليه تذكي أردن أيا أوهن تي عمر بن عبد العزيز لا أوهي يقول تقول فاطمة فاطمة إنه شاكي نسا وذي يدي عمر وحيتري دخلت على عمر هبين بان عمر أصوه قال بيتري فإذا هو في مصلاة ماشي وقرية كذلك كنجري مفنية يده على خده قامت أيو نبقى ساعة سارة ودموعه سائلة اللي بقى كد أيزة وحان كوري بيتري ماذا بك حاكو هلا ما كوري عمر محاد لأويسة ويقول بيتري يا فاطمة إني تقلدت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة النبي محمد بان حل أذق وهيا بيولي ففكرت وحان كفكر بيتري يدعاوة الفقير الجائع صبولك قاجون يعاوة والمريض الضائع كبك نختر لا والعاري المجهود كد حمون يأي بلا نركة والمظلوم المقهور يكل الظلمي نواقي سعيد مقل الهذا والغريب المأسور يا مسكين كعيد لك قال قعمتي كجرة والكبير الضعيف يا أضيع لفت صادرتي عيد قعن قبطها لا وذا العيال يا كعرور بدن لا يوحو أفك أوسي لا فعلمت أن ربي سائلي عنهم وحان أغاذي بيول انت ابا الهي يوم القيامه ان اني ويدين دونه وان خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم وحانو غادي بيو انت افهين كود يوم القيامه يحسابنيا ان النبي محمد يحي صلى الله عليه وسلم ونبي محمد يود دونه وير امته مدح نقطه ما هو قبطي هبل يهبل كو عرب يا مانتا اني كجوغان با اوغ شرف بدل اقسم بالله تبارك وتعالى كوا دونك كوب حنا لا لوشك كوب حنا يا مانتا وبرتميا هدينا مقلا يا وها اوغ دان اه ان جيدكا هوستل اسك فريستار بوردكا امد لا عنا لا لهم ولا عليهم فعلمت وحان اوغا ديبيودي ان خصمهم محمد صلى الله عليه وسلم كي لا حساب تميا اي ويدين دونا امديدي ما حاط ترت صلى الله فخشيت الا تكون لي حجه وحان هبصدي بيت فاطمه ان انا وح الله لا حجه إن أنا الله هينن فرحمت نفسي نفتي إذا أبقي بيولي فبكيت يا فاطمة وإسكو فاطمة أنت إسكو أكفر ستبي إسكو مكاسي كلمة دي دي كعلي سي ما لنا والخلافة محانا قوة بيت الملحن ماذا يوحن محانا قوة سلاي ذي هران محيطو لإمن الأوقاتي وفاة عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لبدا سنه يا شنتا بلود وح الله لو وحي الظلم حلقي سي دعاي امده كهري دو وعلي عداله بو فافي سنان بو فافي قالنا واجبي دينتي وافافتي ولا نمدي مسلمين تامدودي غبي سو وا لبا سنه قار وحي الى هذان مرض السلبا كدعي عذرك تي بيدا يا كدعي قارنا وحي الى هذان مد اج جوغي او خدامين تي اهيا عنتدا سن اوغو دراي deedna waa ogaaday Umar markaas uu ku yiri war kaalay maxaad igu sameysay biir markaas uu kun dinaar oo dahab oo la isiyo la yiri Umar soo sumee ayaa muxtul ayaan ku dilay kunki dinaar buu muxyir keenad qaaday lagu siiyay kunki buu qaado kunkiina wuxuu yiri adigu xaq u malhiida baytul maal muslimiin ta yaa la buu hadda waa ki dilay ka calar buu yiri meesha hadii lagu ogaado inaad isumeysay waa lagu dilay saamaxtuka lillahi ilaahi baa yawm qiyaamortiisa ku saamaxay iska tag عمر سري تسجيفا وبستي أخ ويأمدي أقليسو ويكسو بحيسو أيها هبله سي عروتي سي أبد كيسي لهور كير وحالا لوح قريه ويالا وغطاقا هبا يراتب ملح فقه دي علماء دي باكو يريا عمر مساكين تناد محيطو لأدى الشي بل وحعون وغطاك وحالا آن هكذا تغيني مركاسا محيطو لوحكو يري إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين آيات سورة عمر أخرية أبد كي يقول هذي صالحين يهين ودد وراك سيهين الله يتولى الصالحين إلهي با سبحانه وتعالى ها يوم إلهي با حلكو ذالو ديبو إلهي با إغلا ورغي سبحانه وتعالى إن أباكم بيولي عروت سيبو الله حضلي
وحير إن أباكم أبهين خير بين أمرين لبا أرنب أبهين لويدي أن تستغنوا إن أتغني النقطة ويدخل النار أبهين النار قاله وتفتقروا إن أتفقركم نولاتان ويدخل أباكم الجنة أبهين جنة قاله فاختارت أن جنة سبول لماذا كنا ولا هذا بيوري لكن درادي النار قل ما يبيوران درادي نار قل ما يحول إذا الله هين دين صجر ما يبيوري إن أباكم قد خير بين أمري لبدا أهرم بالليك لويدي يبيوري وحان إلى هيدين كبر يا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إلى هيبان دين ديبتبو عمر ومدي با سوك عسي سو صرف فريستي ومقل إياه وحير إلهي أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ثلاثة ولكني أشهد أن لا إله إلا أنت إله وحانا هيبير الضوم كي آل أمرتي إيكا قابي أرنكاقي إله وحانا هيبير كي آل حماها كالريبتي إيربتومي وايي حساها تبير إله وحان كمركعي هذا عمر بن عبد العزيز هاي أشهد أن لا إله إلا أنت رب إلا أدمتهي أيان كمركعي ثم رفع رأسه كثيرا تذكيو أكفر ديا أيو عرك إيغي مركاسو كير إني أرى من ليسوا بشرا ولا إنسا ولا جان ضدبان أرك يا بيور فندق إلا فندية إنسنا آنا هين جننا آنا هين إغبحا فاطمة وحي تروان وكسو بحني كلي جيبان وحلكي كدافني دكتا ساري الباب كان دكتا ساري بيت فاطمة سيانو أغادو محلول لئيهي إن يركد بحان مقلي بيوري سغو أخرية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين آيات وكلمة يقدم بس آيات يقدم بس عمر بن عبد العزيز وأخي تلك الدار الآخرة اجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وكلمة سوى ويروا لها طاقة نفسي إلى الجنة جنة دون بانهي وحن لو كلا نقاقية لو كلا تغي قفكو هدو آخرة دونو يهي الدون كا خفيف لنقوة هدو أدو دون يهينا آخرة لا يراته عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه إن يرنوات لي راد وين وكتغي ولمض وحي اسكو راضي او اي ميل دكتي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رضي الله عنه وارضاه مسند كيسي مركو آخرنا يا حديث كي مركو قري وريي إن الله يبعث لهذه الأمة على كل 100 عام من يجدد لها دينها قال أحمد بن حنبل 100 عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه ابن حجر العسقلاني مركو سونا حديث كاشرح يوسف بخاري محوته لي كجرة قال ابن حجر العسقلاني أقول ما قال ابن حنبل عبد الله بن أحمد بن حنبل هل كو يري حديث كاسي إن عمر بن عبد العزيز إن محوت له كسعودي وإلى هاي دينتي كتجديدي أيان كمر كعيا بيوري إلى هاي سبحانه وتعالى وحن كبر يا إن عمر رضي الله عنه وارضاه إن إلى هاي خالك النغض في مقعد صدق عند ملك مقتدر إن إلى هاي دجا سبحانه وتعالى إن جن الدم بيجن الله هداف ودم بيجا والدين تن الله هداف dambiga culimada wax noo soo dhigtay dambigooda Allah ha dhaafo inta noolna Allah subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo rizqiga rizqi halaal ilaahay ha inasiyo rizqiga haaraanta Allah ha inaga qabto ilaahay oolaada ha inaga qabto dad walaalood muslimiina ilaahay ha inaga dhigo xaqdiga iyo xasidka iyo baqdaaga iyo qirada iyo hinaaska iyo laablaka ilaahay subhanahu wa ta'ala ha inaga dhigo khaatimada Allah ino hagaajiyo ilaahu khaatimada ino hagaajiyo ilaahu ala washayda haaraanka ilaali إلهو رزق حلال أولاً عدنا أدب فريساً من إلهو كويدي سنة يا رب العالم إلهو خلق يا نوبة يا كريم يا متعا إلهي وحانو كابر ينا دين سر رئيس للبركيس للآمن إلهو للكي مسلمين توالو سودولي
مرخاتنا واتكتحي ولا يخفى عليك شيء وحكا قرصنا مجيرو لولكي أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليك بدن باكو دادنا هيا ظلم بدن باكو جرا إياقو نوائز ظلميين غير كود نواء ظلميين إلهي أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرج دق دق وصوصار إلهو فرج دق دق وصوصار إلهو إنت أمد النبي محمد خير للدونت إلهو وافج إلهو إنت شر للدونت إلهو كقبو إلهو وحن كويدي سلنا أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا الرحمن يا الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.